السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمين بن علي. اليوم بشوف معايا كيفية تحضير بريوش أفغاني. عنده طريقتين في التحضير، طريقة اليوم باش نحضرها في الفرن، وعنده طريقة أخرى مماثلة يقلوها في الزيت كما السفنج. أما أنا اليوم باش نحضرها في الفرن، وإن شاء الله عن قريب نحضر لكم الوصفة الثانية اللي هي تتقلى في الزيت. نشوفوا مع بعض مقادير بريوش اليوم. عندي 4 كيسان فارينة ولا 4 كوب فارينة، الكوب قياسه 250 مليلتر اللي كيلت بيه، خذيت منه 4 كوب. عندي قياس ملعقة أكل خميرة خبز، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 ملاعق سكر. عندي 7 غرام خميرة حلويات. عندي 1/2 ملعقة صغيرة ملح. عندي 1/2 ملعقة ولا 7 غرام فانيليا. عندي 3 بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم. تو باش نخلي الماكينة تتحرك قيمة دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشوفوا المكونات تخلطت مليح. تو باش نخلي آلة العجن مرة أخرى تتحرك، وعندي 200 مليلتر حليب، 200 مليلتر حليب يكونوا دافين، ونزيدوا بشوي بشوي وآلة العجن تتحرك في نفس الوقت. كما تشوفوا معايا العجين وصل نصف القيمة متاع العجن متاعه، ليه 4 دقائق والماكينة تدور. تو باش نزيد قيمة 30 غرام زبدة. نعود نخلو آلة العجن تعجن مدة 5 دقائق أخرين، بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشوفوا معايا العجين متاعنا حضر، جا عجين لين، خاطر البريوش ما يجي العجين متاعو كان طري وما يلصقش في اليدين. مدة العجن متاعو دامت 10 دقائق، هذا القوام اللي نحبو عليه. تو باش نغطيه ونخليه يرتاح مدة ساعة وبعد نرجعو ان شاء الله. العجين متاعنا حضرت كما تشوفوا فيها. تو باش نعاود نعجنها شوي بداية، بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوني عودت عجنتها شوي وخليتها في الشكل هذا على الطول. نحاول نقسمها على الشطر كيف هكا، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل نص نقسمه ل6 طروف. توا عندي كما تشوفوا 12 طرف، نحاول نخدمهم كيف هكا بشوي، ونلقاها كبيرة تحت يديا نقص منها شوي باش يجو نفس القياس تقريبا. ونجيب صينية بحذايا ونحطهم في الصينية كيف هكا ونغطيه ديما يكونوا مغطين بمنديل. قطعت البريوش شكلتهم كيف هكا. تو باش نغطيهم ونحطهم جانبا، نحطوا شوية فارينة فوق طاولة العمل، ونجيبوا بالقطاع الأولى اللي بدينا به ونبدو نحلو فيه.
كما تشوفوا معايا حليت العجينه رهيفه. هذا السمك نتاعها كما تشوفوا. توا عندي زبده دفيتها شوي وباش نحلها على كامل وجه البريوش. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدو توا ندهن وجه البريوش كيف هكا. وجه البريوش بالزبدة، توا نبدأ بالطرف لطرفاني، نبدأ نلوي بشوي بشوي، نبرمو لين نكمل الكعبة الكل كيف هك. نحاول نبرمها شوي. كما تشوفوا حطيتها على الطول، توا باش نبدا نقص فيها على الشطر بالضبط على النصف. بسم الله الرحمن الرحيم، باش نبدا نبرموا فيها زي ما يكون التوريق من فوق. عندي مول نتاع مادلين ولا مافن، حطيت فيه كويسات الكاغت كيف هكا، ونشد كل كعبة حضرتها ونحطها في المول. كملت حضرت كعبات البريوش كما تشوفوا، شكلتهم الكل. توا باش نغطيهم مدة 20 دقيقة لين تطلع الخميرة نتاعها، وبعد نرجعهم ان شاء الله. كما تشوفوا معايا البريوش طلعت الخميرة نتاعو. توا حليت الفرن على درجة حرارة 180، نهز نحط البريوش مدة 20 دقيقة
وردوا بالنا يتحرق بعد 15 دقيقة نجمو نحلو باب الفرن ونشوفوه، بعد نرجع إن شاء الله. البريوش الأفغاني متاعنا حضر، هذاي الوجه النهائي متاعو كما قلت لكم، ما يفوتش 20 دقيقة ويحضر ويطيب على درجة حرارة 180 في الفرن. بالنسبة للزينة كل واحد واش يحب يزينه، نا عندي شوية سكر رطب سكر جلاس، بسم الله الرحمن الرحيم، نعملو كعبات فيهم شوي وكعبات نخليهم هكاك. عندي شوية غلة مجمدة كونجولي، عندي شوية فرامبواز وشوية بلوي، نجم نحطو فوقهم. نجم نحطو فوقهم شوية غلة كيف هكا، ولا شوية شوكولاتة ذايبة، شوكولاتة سودة ولا شوكولاتة بيضة، التزيين يبقى حسب اختياركم. بالنسبة للتخزين متاعهم نحطهم في الثلاجة مدة أسبوع، نجم نحتفظ بيه. نبدأ عندي حاوية خاصة بالثلاجة، ننشفها مليح وننظفها ونحط فيها الكعبات فوق بعضهم ونغطيها مليح، يعني تبدأ الحاوية محكمة الأغلاق ونحطها في الثلاجة تبقى مدة أسبوع ما يصير له حتى شيء. إن شاء الله تجربوا البريوش الأفغاني ويعجبكم، وثم كثير الطرق باش نحضروا به البريوش الأفغاني. أنا اخترت الطريقة هذه وبحولها كل مرة تنهبط لكم فكرة للبريوش الأفغاني، خاطر عندهم برشا أنواع متاع بريوش ما شاء الله. المطبخ الأفغاني غني بالوصفات متاعه، وتو بحول الله هنا يعجبني المطبخ الأفغاني، بحولها كل مرة نهبط لكم وصفة من وصفات المطبخ الأفغاني، خاطر ما كلته طيبة وبنينة وسهلت التحضير. إن شاء الله تعجبكم فكرة اليوم وتنال رضاكم، وكان عجبتكم وصفة اليوم وحبيتوا تشجعوني ما تنسوش باش تشاركوا في القناة، بارتاجوا الفيديو بالأهل والأحباب، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إلى اللقاء في وصفة قادمة عن قريب، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.